السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته، أحيي أيضا مستمعينا عبر إذاعة طهران العربية ومن يشاهدونا مباشرة على موقع الفيسبوك. مطارحات في العقيدة، برنامجنا الذي يأتيكم مساء كل خميس، مقامات المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، في قسمه الثامن هو موضوع حلقة هذه الليلة. طبعا الموضوع الفرعي هو مشروعية التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته وبعد مماته في قسمه الرابع. أرحب بسماحة آية الله سيد كمال حيدري، أهلا ومرحبا بكم سيدنا في هذه الحلقة. تحدثتم في الحلقة السابقة أو والحلقة التي قبلها عن اتفاق كلمة علماء المسلمين على مشروعية اثنين من الوسائل، هل هناك وسائل أخرى اتفق علماء المسلمين على مشروعيتها فيما يتعلق بقضية التوسل؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في المقدمة أشرنا في الأبحاث السابقة بأن القرآن الكريم بين في سورة المائدة أنه لا طريق للوصول إلى الفلاح إلا من خلال المرور بالمراحل التالية: المرحلة الأولى هي الإيمان، المرحلة الثانية هي التقوى، المرحلة الثالثة هي ابتغاء الوسيلة. عند ذلك يتحقق الفلاح، لعلكم تفلحون، كما أشارت الآية 35 من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إذن الطريق للوصول إلى الفلاح بحسب النص القرآني يحتاج العبور من هذه المراحل الثلاث: المرحلة الأولى الإيمان، المرحلة الثانية التقوى، المرحلة الثالثة ابتغاء الوسيلة. وهذا هو الذي اصطلحنا عليه، قلنا أنه هذا هو الصراط المستقيم للوصول إلى الفلاح والفوز بالسعادة الأبدية. من هنا دخلنا في بيان ما هي الوسائل التي يمكن أن تحقق هذا التقرب والقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قلنا هناك وسيلتان اتفقت عليها أو عليهما كلمة علماء المسلمين. الوسيلة الأولى هي التوسل بالأسماء والصفات الإلهية. الوسيلة الثانية هي التوسل بكل عمل صالح يقوم به العبد من أمر عقدي أو أمر عملي، وهذا ما بيناه مفصلا في الأبحاث السابقة. أما الوسيلة الثالثة، وبودي أن المشاهد الكريم يدقق البحث معي، لأنه هذه المسألة هي التي على أساسها بدأ بعض المسلمين يكفر بعضا، وبعض المسلمين يحكم بأن الآخر من المسلم هو في الشرك الأكبر، بل بدأ بعضهم يقتل بعضا لأنه صاحب بدعة وصاحب الشرك وصاحب كفر ونحو ذلك. إذن أعزائي، كما يقال، تحرير محل النزاع مهم جدا في مثل هذه المسائل، لنعرف ماذا هو مورد الوفاق وما هو مورد الخلاف، ولماذا وقع هذا الاختلاف، هل له منشأ أو ليس له منشأ. أما الوسيلة الثالثة وهي من الوسائل التي أيضا لم يختلف عليها أحد من علماء المسلمين، عندما أقول أحد من علماء المسلمين أقول ذلك عن تتبع كامل، يعني لا شيعة ولا سنة، والشيعة بمختلف أجنحتهم الفكرية والسنة بمختلف أيضا أفكارهم ومذاهبهم واتجاهاتهم العقدية، كلهم اتفقوا
على أن هذه وسيلة مشروعة يجوز التوسل بها، يعني تكون من مصاديق ابتغاء الوسيلة إليه، وابتغوا إليه الوسيلة، وهي ماذا؟ وهو أن تذهب إلى عبد صالح حي، لا عبد صالح ميت، لا لا لا، إلى عبد صالح حي، وتقول له أدع لي، وتقول له أطلب الغفران لي، وتقول له أنه أن يدعو لك بقضاء حاجة من الحوائج الدنيوية أو الأخروية. أقول في المتفق عليه وهو الذهاب إلى من تعتقد أنه عبد صالح ولي من أولياء الله. إذن أعزائي، إذا ذهب أحد إلى إمام أو عالم أو ولي أو مؤمن أو نبي وقال له يا رسول الله، أو قال لصحابي من المؤمنين أيها الصحابي، أو قال للحسن أو قال للحسين، أو في زماننا ذهب إلى عالم بلده أو شيخ طريقته أو مرشده أو شيخ الطريقة، أو وقال له المؤمن، أو أخوه المؤمن، وقال له لا تنسانا من الدعاء، لا يقول له القائل في الجانب الآخر إذا سألتم فاسألوا الله، إذا استعنتم فاستعينوا بالله، لا 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 أبدا. هذه وسيلة اتفقت عليها كلمة علماء المسلمين، وسأذكر نماذج ثلاث لهذا حتى لا يقول لقائل سيدنا ما الدليل على ذلك. النموذج الأول وهو ما ورد، وما أكثر المصادر لأن الوقت ضيق. النموذج الأول أعزائي ما ورد في صحيح البخاري تحقيق شعيب الأرنؤوط صفحة 364، صفحة 364، كتاب الجمعة باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة، الحديث 933، الرواية عن أنس بن مالك قال أصابت الناس سنة على عهد النبي، فبين النبي يخطب، الصور سنة يعني مجاعة، يخطب في يوم جمعة، قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال، فادع الله لنا، فرفع يديه وما نرى في الزماء في السماء قزعة، قطعة سحاب، فوالذي نفسي بيده ما وضعها رسول الله، ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وآله، فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى، صلى لم ينقطع مولانا المطر أسبوع كان. بل وقام ذلك الأعرابي يعني في الجمعة الأخرى، فقال يا رسول الله هسه نفس الأعرابي أو أعرابي آخر يظهر أن الماء أخذ ماذا؟ أخذ أزقة المدينة. قال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال، فادع الله لنا، فرفع يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا، فليكن حوالي المدينة لا على المدينة، فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب رسول الله إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة، مثل قطعة مولانا محاطة بالمياه، يقول الجوبة الفرجة المستديرة في السحاب، وسأل الوادي قناة شهرة، واحدة من القنوات الموجودة الشهر بدأ يصير الماء فيها، ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود. إذن هنا هذا الإنسان الأعرابي ما رفع يديه إلى السماء قال اللهم أمطرنا، ما سأل الله، وإنما طلب ممن؟ طلب من رسول الله أن يدعو لهم.
هذا المورد الأول أعزائي. وهذا الرواية أيضا أعزائي واردة في صحيح مسلم، أنا فقط أشير إلى المورد أعزائي حتى يكون الرواية مجمع عليها، في باب الدعاء في الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء، كتاب صلاة الاستسقاء رقم الحديث 897، وفيها رواية أيضا في هذا المجال بعد لا نطيل على الأعز. هذا المورد الأول. المورد الثاني أيضا ورد عن رسول الله، الرواية في سنن أبي داود، شعيب، تحقيق شعيب الأرنؤوط، الجزء الثاني، صفحة 300 أعزائي وثلاثة وسبعين، 373 الرواية، 1173، عن عائشة قالت: شكى الناس إلى رسول الله قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت عائشة: فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال: الحمد لله، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى خير. ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب، أو حول رداءه ورافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله، إلى أن فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك حتى بدت نواجذه، شربوا من المطر، فقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير، وأني عبد الله ورسوله. هذه الرواية أعزائي كما قلت في صحيحة، التفتوا إليها، يقول: إسناده حسن وصحيح سنن أبي داود، أيضا صحح وحسن الرواية. إذن هذا هو المورد الثاني أعزائي. المورد الثالث، حتى تعرفون بأنه هذه كانت هي السيرة الصحابة من بعده، حتى لا يشكل أحد علينا ويقول: لماذا تذهبون إلى العبد الصالح؟ الله قال: أدعوني أستجب لكم، لماذا توسطون الأحد؟ انظروا الآن، أريد أنقل رواية أعزائي، وهذه الرواية أنقلها عن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، بعد حتى يكون واضحا أولئك الذين يقولون نحن نقبل هذه السنة وهذه سنة الصحابي. انظروا ماذا فعل الخليفة الثاني عمر، انظروا الآن، أنا لا أعلق، فقط نقرأ الرواية. الرواية أعزائي في صحيح البخاري، في صحيح البخاري المجلد الثالث، صفحة 173، أعيد: صحيح البخاري أعزائي، تحقيق شعيب الأرنؤوط، المجلد الثالث، الرسالة العالمية، روايات متعددة ومن هذه الرواية. الرواية عن أنس أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب. لماذا لا يدعوه هو؟ ما أدري، أنا واقعا هذا السؤال أوجهه إلى أولئك الذين يقول إذا سألت فاسأل. أنا ما أنفي، ولكنه أنا أقول إذا كان إحنا من الذين يتبعون القرآن، في القرآن يقول: وابتغوا إليه الوسيلة. إذا كنا نتبع السنة، فهذه سنة صحابة رسول الله، وهذه سنته في حياته وبعد مماته، أنهم كانوا ماذا؟ يوسطون في الدعاء. إذن الراجح، ما أريد أقول الواجب، الراجح، الصراط المستقيم في الدعاء ما هو؟ أن توسط العبد الصالح. أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوه استسقى بالعباس بن عبد المطلب، فقال من؟ عمر: اللهم إنا
كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا. أوضح من هذه العبارة. والله أنا لا أعلم، يعني عندما أجد أن بعض، ما أريد أقول بعض أهل العلم، أنا لا أعلم، أقول بعض أهل الجهل، بعض أهل العلم، بعض المتلبسين بالعلم، بعض المدعين، بعض المتطفلين على العلم، أنا لا أعلم لما لا يقرؤون مصادرهم وكتبهم. هذه كتبهم، هذه كتبهم. لا، هو للأسف يعني صارت القضية قضية سياسية، يعني وقضية نفسية، بيني وبين الله أنا إلى الآن لا أفهم. قال كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وآله فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال فيسقون. الرواية أعزائي كتاب فضائل الصحابة، ذكر العباس بن عبد المطلب، رقم الرواية 3710. هذه رواية، ونفس هذه الرواية أعزائي بشكل واضح وأوضح منها جاءت في الطبقات الكبرى لابن سعد، الطبقات الكبرى لابن سعد المجلد الرابع أعزائي صفحة 28. الرواية أخبرنا محمد الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك أنهم كانوا إذا قحطوا. التفتوا أعزائي، لغة أو عبارة أو كلمة كانوا، مو أنه لمرة واحدة، يعني كانت هذه سيرتهم، يعني كانت هذه عادتهم، يعني كانوا إذا أرادوا شيئا أن يوسطوا أحدا للدعاء، لا أنهم يدعون، مع أنه هم كما أنتم تقبلون أنه من العشرة المبشرة بالجنة، يعني عمر بن الخطاب كما تعتقدون أنه له مقام كبير، هو الشخصية الثانية بعد رسول الله كما تعتقدون، والعباس يقينا، ولا هو الشخصية الرابعة ولا الخامسة ولا العاشرة ولا المئة أهمة، أليس كذلك؟ إذن لماذا يذهب إلى العباس؟ سؤال، هذا السؤال أريد في هذه الليلة كل إنسان مسلم يضع الإنصاف بين يدي بين عينيه ويفكر، يعني واقعا أن دعاء العباس أعظم من دعاء عمر وأبي بكر وعلي وفاطمة والحسن والحسين. هو لا يخلو عن اتجاهين، أما هذا الذي أشرتم إليه أو أنه يريد أن سنة. أنا سؤالي موجه إلى أولئك الذين يعتقدون أنه لم يفعل الخليفة الثاني ذلك إلا لحكمة. سؤال، طبعا سيتبين أنه ما هي النكتة. قال كانوا إذا قحطوا على عهد عمر، كانوا التفتوا جيدا، خرج بالعباس من؟ عمر بن الخطاب، فاستسقى به، مطلبة من الله، استسقى بالعباس، قال أيها يا عباس ماذا؟ ادعو الله لنا. وقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا عليه السلام إذا قحطنا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا عليه السلام فاسقنا. هاي رواية. رواية أخرى أيضا عن موسى بن عمر قال أصاب الناس قحط فخرج عمر بن الخطاب يستسقي فأخذ بيد العباس فاستقبل به القبلة فقال هذا عم نبيك عليه السلام. يقول لله هذا عم نبيك، فاستقبل به القبلة، يتكلم ماذا؟ مع الله، يعني يذهب مباشرة إلى الله أو يوسط؟ الرواية تقول يوسط. هسه بيني وبين الله، تأملوا هذه الليلة في هذه الرواية، جئنا يتبين إذا واحدة كان له كثير من الصحابة، لا جئنا به. هسه الآن أعزائي فد بحث بعد ذلك نبحثه، جئنا به يعني بدعائه، لو جئنا به لو بشخصه. هسه هذا البحث الآن أنا أفترضه بدعائه، لأنه إصرار من ابن تيمية أنه به مو بشخصه وبكرامته وبحقه، بل ماذا؟
بدعائه. هسه الآن هذا بحث لاحق، الآن أنا دا أتكلم في الوسيلة الثالثة، والوسيلة الثالثة ما هي؟ هي دعاء العبد الصالح. أنا أفترض أن الرواية دالة على ذلك. جئنا به إليك فاسقنا، قال فما رجعوا حتى سقوا. إذن أعزائي، إلى هنا الوسيلة الثالثة هي التوسل بدعاء العبد الصالح، وهذه كانت سنة الصحابة في عهد رسول الله، وسنة لا أقل الخليفة الثاني عمر ما بعد ماذا؟ بعد ما بعد رسول الله. هسه الآن إذن هذه هي الموارد الثلاثة. هسه لماذا أخرج العباس ولم يخرج غيره؟ واقعا اللي تسألني أقول لارتباطه بمن؟ برسول الله. بعد هو هذا يقول عمو رسولك. أحسنتم جزاك الله خيرا، قال عم رسولك، يعني دا يتكلم مو عن الدعاء، وإنما دا يتكلم عن النسبة والمقام والمنزلة. هذا احفظوه لنا بين قوسين أعزائي. كيف إذا كان بنت رسول، فكيف إذا كان صبت رسول الله، فكيف إذا كان نفس رسول الله. هسه عزيزي، لأن البعض واقعا يسأل يقول هذا البحث أنتم طرحتموه في مشروعية التوسل بالنبي، فماذا تقولون بالتوسل بعلي، في التوسل بفاطمة، في التوسل؟ أقول انتظروا، أولا خلينا نؤسس الأصل، ثبت العرش ثم انقش. الآن نتحدث بالاتفاق عن النبي، بالاتفاق هذا متفق عليه، بعم نبيك. أرجع أستاذ علاء أقرأ العبارة مرة أخرى حتى يلتفت المشاهد، في صفحة 29 قال فأخذ هذا عم نبيك. لماذا قال من أفضل، لم يقل من أفضل الصحابة؟ أحسنت، يقينا يوجد. لا، أنتم تقولون أن أبا بكر أفضل، أنتم تقولون أن عثمان أفضل، أنتم تقولون أن علي أفضل، إذن لماذا يأتي بعم النبي؟ يأتي بعم النبي لا للأفضلية في نفسه، بل لارتباطه برسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا كان الارتباط بالعمومة يورث هذا، فما بالك بالارتباط لمن هي بضعة المصطفى؟ فاطمة بضعة مني، فما بالك بمن هم ريحانتا رسول الله؟ الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، ريحانتاي من الدنيا، الحسين مني وأنا من الحسين، فما بالك بمن هو نفس رسول الله بمقتضى آية المباهلة. إذن أعزائي، الآن ما أريد أخرج عن الأبحاث، أريد أكون في صدق. ولهذا تجدون أن أحد أعلام المدرسة السلفية وهو العلامة الألباني عندما يصل إلى موارد أو الوسائل المشروعة للتوسل إلى الله يقول هذه الوسائل الثلاث لم يقع فيها خلاف بين المسلمين، بل الإجماع قائم على ماذا؟ على مشروعية ذلك. هذا كتاب التوسل أعزائي، أنواعه وأحكامه، للعلامة الألباني، صفحة 42 أعزائي، صفحة 42. خلي أقرأ الأعزاء الأعزاء، التفتوا ليها أعزائي، صفحة 42، صفحة 42 من الكتاب، التفتوا صفحة 42. قال فمما سبق تعلم أن التوسل المشروع الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وجرى عليه عمل السلف الصالح وأجمع عليه المسلمون، أجمع عليه، وأجمع عليه المسلمون بما فيهم ابن تيمية والألباني والحنابلة والشافعية والأشاعرة والمعتزلة والزيدية والإمامية. ما هي؟ التوسل باسم من أسماء الله تبارك وتعالى، التوسل بعمل صالح، التوسل بدعاء رجل صالح، ولكن أنا أقيد كما هو قيد، رجل صالح حي كما كان في النبي أو كان ماذا؟ في العباس. إذن على هذا الأساس أعزائي أصل إلى هذه النقطة. بودي أن المشاهد الكريم بعد لا يزاود علينا أحد في التوحيد،
عندما نقول له لماذا تقول يا الله لا اذهب إلى العبد الصالح، يقول لا 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 لا، أنا لا أحتاج إلى وسيلة وواسطة بيني وبين الله، لا هذا خلاف القرآن وهذا خلاف ماذا؟ وهذا خلاف السنة. القرآن وابتغوا إليه الوسيلة. يعني الآن الوهابي بإمكانه أن يقول مثلا بآل الشيخ. أحسنتم، كاملا بإمكانه أن يقول يذهب إلى آل الشيخ ويطلب منهم من ماذا؟ أن يدعو. الدعاء، أن يدعو له. هو لا يدعو. هو هذا تصريح. وليس كفرا. وليس كفرا وليس شركا وليس بدعة مذمومة وليس بل هي السنة. هي السنة. بل هو الأصل القرآني. وابتغوا إليه الوسيلة. إذن على هذا الأساس، إذن لا يقول لقائل سيدنا إذن ماذا تقول في هذا الحديث الوارد في مسند الإمام أحمد بن حنبل؟ أشرف على تحقيقه شعيب الأرنؤوط، المجلد الخامس، مؤسسة الرسالة، صفحة 19. الرواية هذه يقول وإذا سألت، الرواية عن ابن عباس، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. البعض يستدل بهذا حتى ينفي الجواب أبدا، ولكن كيف أستعين بالله؟ نعم، أدب الاستعانة. أدب الاستعانة، كيفية الاستعانة. أعزائي انظروا، الرواية ما قالت كيفية الاستعانة. ادعوني أستجب لكم. أحسنتم. مثل الآية المباركة في سورة البقرة، قالت ادعوني أستجب لكم، ولكن كيف ندعو؟ قالت لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. القرآن نفسه بين، يفسر بعضه بعضا، يبين بعضه بعضا. إذن هنا أيضا نحن أيضا نستعين بالله، ولا نسأل إلا الله، ولكن كيف نسأل الله؟ هنا وسائل ثلاث. الوسيلة الأولى أن نسأله باسم من أسمائه، الوسيلة الثانية أن نسأله بعمل صالح، الوسيلة الثالثة أن نسأله بماذا؟ أن نسأله بدعاء رجل صالح. إذن على هذا الأساس يتضح لنا بشكل واضح وصريح بما لا مجال للريب فيه الوسائل المتفق عليها، ولا ينافي ادعوني أستجب لكم، ولا ينافي إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إلى الآن يعني لربما خاصة فيما يتعلق بالجزء الثالث، الوسيلة الثالثة، نعم، هو في حياته، لكن نصل إلى محل النزاع، محل، نعم، الاختلاف، نعم. ما هي الوسائل التي اختلف علماء المسلمين في التوسل بها؟ أحسن. أنا واقعا خصوصا لأهل العلم وخصوصا الذين يتابعون هذه الأبحاث، بودي أنهم يعرفوا أنه أين، حتى أنت تعرف أولئك الذين يقفون عند قبر النبي صلى الله عليه وآله، أو في المسجد الحرام، أو في المسجد النبوي، هي عندما وجدوا إنسان يريد أن يدعو يقول له الشرك. شرك لا بد، لا أقل بيني وبين الله، أن توضع لهم دورات علمية وتعليمية، يقال لهم ما هو التوسل المشروع وما هو التوسل ماذا؟ غير المشروع. أعزائي، واقعا نصيحتي هنا أقدمها لكل هؤلاء، وأعتبرهم واقعا من أبنائي واقعا، لأنه أنا أتصور أن كثير من هؤلاء الذين يقولون شرك شرك شرك، لا، هؤلاء واقعا جهال جهال، هم يتصورون أن هذا من النهي عن المنكر، وهم لا يعلمون أن هذا هو من بحسن نية، وهم لا يعلمون أن هذا من النهي عن المعروف، لأن القرآن الكريم قال ابتغوا إليه الوسيلة، والنبي والصحابة والسنة قائمة على ذلك، لا أقل عمر بن الخطاب كانوا هذا فعلهم. سيدنا قبل أن تكمل تبريقك بعض الشيء ويتحسن الصوت، أعزائي المشاهدين نذهب بفاصل قصير ونعود. سلامي إليك أجمل السلام، صلواتي عليك أجمل الكلام،
السلام إليك أجمل السلام صلواتي عليك أجمل الكلام من صلى عليك أبدا لا يضام من صلى عليك أبدا لا يضام صاحب المقام من صلى عليك أبدا لا يضام سلامي إليك أجمل السلام. أحييكم مشاهدينا ومستمعينا مرة أخرى. سمحت السيد كنتم قد وصلتم إلى موارد الاختلاف في هذه القضية. تفضل. في الواقع أعزائي بودي أنكم تدققون معي حتى نعرف موارد الاختلاف وعلى أساس هذا الاختلاف تجدون هذا الاتهام بالتكفير وأنهم من أهل الشرك الأكبر وأنهم من أهل البدعة ونحو ذلك. في المقدمة بودي أن أشير إلى هذه النقطة الأساسية، وهي أن هذه الموارد التي سأشير إليها لا يوجد فيها اصطفاف مذهبي، وإنما الاختلاف بين الشيخ ابن تيمية وأتباع الشيخ ابن تيمية وباقي المسلمين وباقي ماذا؟ وبين باقي المسلمين، يعني أن الشيخ ابن تيمية وأتباعه ولعله في بعض كلمات الحنفية وسأشير إليها، وعموم المسلمين في الاتجاه الآخر ماذا قالوا؟ المورد الأول، التفتوا جيدا، قالوا إنما يجوز طلب الدعاء من العبد الصالح في حال حياته، أما بعد موته فلا يجوز أن تذهب إلى ميت وتقول له أدعو الله لي. لا يحق لنا أن نوسط ميت أن نوسط دعاء ميت للتقرب إلى الله لقضاء الحوض. أساسا الميت لا يستطيع أن يدعو. بعد ذلك سنبين. يقولون لماذا؟ يقولون باعتبار أنه أساسا الميت انقطعت علاقته بهذا العالم، فلا معنى لأن يدعو لك، لا يسمعك حتى يجيب. أليس من مقتضيات الدعاء أن يسمع المدعو حتى يجيبك؟ فإذا لا يسمعك فكيف يجيبك؟ ما أدري، واضح القضية أعزائي؟ إذن من هنا نجد أن الشيخ ابن تيمية في كتبه أصر على هذه القضية، قال لا معنى للذهاب إلى رسول الله وطلب الدعاء منه فضلا عن غيره. لماذا؟ لأنه ميت، وإنما طلب الدعاء من العبد الصالح والولي الصالح والنبي إنما يكون ماذا؟ في حال حياته. سيدنا، ما هو الدليل على ذلك؟ هذه تهمة تنسبها إليهم. لا أعزائي، تعالوا معنا إلى مصادر هذه الحقيقة. المصدر الأول قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، صفحة تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية عبد القادر الأرنؤوط، دار القاسم، صفحة 157. يقول وظن أن هذا مشروع بعد موته، ولفظ الحديث يناقض ذلك. يقول وليس المراد أن يشفع للنبي وإن كنا وأمرنا أن نتوسل إلى آخره. البحث مفصل يشير أنه هذا لا يجوز إلا ماذا؟ إلا في حال الحياة، أما في حال الموت فلا يجوز. هذا المورد الأول. المورد الثاني أعزائي
في مجموع فتاوى ابن تيمية المجلد الأول صفحة 158 يقول: وقد يخاطبون الميت عند قبره سلي ربك، مو يتوسل بالميت، لا لا، يطلب من الميت أن يسأل الله، يعني يوسط دعاء الميت. هذا هو المورد الثالث الذي قلنا في الحياة ممكن. أو يخاطبون الحي وهو غائب، أيضا لا يجوز، لابد أن يخاطب الحي وهو حاضر، يعني يرى رسول الله ويقول له، مو أنه هو في المدينة والآخر في بغداد أو في القاهرة. لا 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 يجوز أن تقول له. حسب اعتبار ذاك الزمان عند ابن تيمية ما كان أكو تليفون، هسه ما ندري رأيه في المسألة. قال: أو يخاطبون الحي وهو غائب كما يخاطبونه لو كان حاضرا حيا، وينشدون قصائد يقول أحدهم فيها: يا سيدي فلان، أنا في حسبك، أنا في جوارك، اشفع لي إلى الله، سل الله أن ينصرنا على عدونا، سل الله أن يكشف لنا هذه الشدة، أشكو إليك كذا كذا كذا. يقول: ويقولون إذا طلبنا. فهذه الأنواع كلها من أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين من غير أهل الكتاب، مو فقط حرام بل هو ماذا؟ من أعظم أنواع الشرك، يعني شرك أكبر. يعني يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به في أهل الكتاب أو في غير أهل الكتاب، يعني في المسلمين، هو مقصود في المسلمين. وهو من أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين من غير أهل الكتاب، وفي مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله تعالى. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أتصور يعني من غير أهل الكتاب الأولى يقصد بها المشركين. أنا أقول قال وأعظم الموجود في المشركين، في المشركين من غير أهل الكتاب، وفي مبتدعة أهل الكتاب والمسلمين. فإن دعاء الملائكة والأنبياء بعد موتهم وفي مغيبهم وسؤالهم الاستغاثة بهم والاستشفاع بهم في هذه الحال ونصب تماثيلهم هو من الدين الذي لم يشرعه الله إلى آخره. إذن صريح ابن تيمية يقول أن هذا غير مشروع، بل هو من الشرك الأعظم. وكذلك أعزائي في تراثه مملوء هذا، كذلك في كتابه الاستغاثة في الرد على البكري صفحة 261 أعزائي، صفحة 261 هذه عبارته، يقول: إنه إنما يتوجه بدعائه، يعني بدعاء العبد الصالح وشفاعته، فإنه طلب من النبي الدعاء، فعلم أنه يشفع بدعاء العباس كما كان الصحابة يتوسلون بدعائه، كما توسلوا بدعاء العباس. لا، بعد مماته لا يتوسلون بالنبي، وإنما ذهبوا إلى التوسل بمن؟ بالعباس. يقول: ولو كان يجوز التوسل بالنبي لتوسلوا بمن؟ بالنبي، لماذا يذهبون أن يتوسلوا بالعباس؟ إذن هذا يكشف أن الصحابة لم يكونوا يجوزون التوسل بدعاء الميت ولو كان ذلك رسول الله. وهذا المحتج بنى حجته على مقدمتين، على أنهم توجهوا إلى أن يأتي في صفحة 266 يقول: ومع هذا فليس من هذا إلى آخره. إذن واضح من هذا الكلام أنه يعتقد أن هذه المسألة من الأمور المسلمة، وهو أول من قال بها. جيد، هل تابعه على ذلك أحد أو لا؟ الجواب أعزائي: لم يقل بهذا أحد قبل الشيخ ابن تيمية، فهو مؤسس نظرية ماذا؟ نظرية عدم جواز التوسل بدعاء الميت ولو كان خاتم الأنبياء والمرسلين، وإن كان لها جذور، وإن كان لهذه النظرية هسه جذور. الآن قلت لكم كدعوة، كنظرية، كتأسيس، أول من ذكرها وأسس لها هو الشيخ ابن تيمية. وبعد ذلك أعزائي
كل من جاء وتبع منهج الشيخ ابن تيمية نجده اتبع ماذا؟ هذا الكلام. منهم أعزائي الألباني في كتابه مختصر صحيح الإمام البخاري. أعزائي أنصح الأعزة أن يأخذوا هذا الكتاب في 4 مجلدات، مختصر صحيح الإمام البخاري ومختصر صحيح مسلم. العلامة الألباني عنده للسنن صحيح وضعيف، ولكن لم يجرؤ أن يكتب صحيح البخاري وضعيف البخاري، فكتب ماذا؟ فكتب مختصر صحيح البخاري. وفي المقدمة بيّن قال لا يتصور أحد أن كل ما جاء في صحيح البخاري فهو صحيح. إذن هو صحح البخاري. لا لا، هو يقول ليس كل ما ورد في صحيح البخاري صحيح. صحيح. لا. نعم. يقول لا يتوهم أحد أن كل أحاديث صحيح البخاري ماذا؟ صحيح. صحيح. أنا أريد أن أرد في مختصره. في مختصره. ولهذا يذكر ويميز الروايات الصحيحة عن الروايات غير الصحيحة. ولكنه ما جرأ في الذهنية السنية أن يكتب صحيح البخاري وضعيف البخاري كما فعل في صحيح سنن أبي داود وضعيف سنن أبي داود، في صحيح سنن النسائي وضعيف، وإلا كان كفروا. هناك سطو ولا لم يستطع. المهم أين يقول هذا أعزائي؟ تعالوا معنا إلى صفحة 12 أعزائي، في صفحة 12 من المقدمة من الكتاب هذه عبارة أنا أقرأها. يقول ثم إن أحاديث الصحيح من حيث أسانيدها قسمان، القسم الأول أحاديث الموصولة وهي الأحاديث الصحيحة، القسم الثاني الأحاديث المعلقة، وهذه الأحاديث المعلقة ليس صحيحا كله عند المؤلف ومن بعده من العلماء، بل فيه الصحيح والحسن والضعيف كما بينه الحافظ ابن حجر العسقلاني في مقدمة فتح الباري. فلهذا نصيحتي أعزائي، نصيحتي للجميع أعزائي، وخصوصا واقعا أبنائي وإخواني من أهل السنة، واقعا أقولها لهم أعزائي، هذا إمام الحديث بتعبيركم بخاري الزمان العلامة الألباني. يقول العلماء لم يقولوا أن كل ما ورد في البخاري فهو ماذا؟ صحيح. فهو صحيح، بل الرواية الأحاديث الموصولة هي الصحيحة، والأحاديث المعلقة على أقسام، بعضها صحيح بعضها حسن وبعضها ماذا؟ ضعيف. وفي هذا مختصر هو ميز بين هذه الأحاديث جيدا. إذن أعزائي يا أهل السنة ويا الشيعة، عندما تستدلون بروايات البخاري لا يتبادر إلى ذهن أحدكم أن كل روايات البخاري ماذا؟ صحيح. بل بعضها صحيح وبعضها ماذا؟ وبعضها ضعيف. هسه إذا اتضحت هذا الأصل المهم اللي هذا بيودي أن يلتفت إليه الكثير وهم غافلون، هنا التفتوا جيدا، ينقل رواية، وهي يا رواية رواية أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا. عند حاشية يقول إذا تبين هذا فإن الحديث ليس فيه دليل على جواز التمسك توسل بالميت. لماذا؟ بنفس البيان الذي ذكره ابن تيمية. قال لأنه لو كان يجوز التوسل بالميت لذهبوا إلى من؟ إلى رسول الله. لماذا يتوسلون بمن هو أدنى مرتبة من رسول الله؟ لأن مداره على التوسل بدعاء الحي، وهذا لا يمكن بعد وفاته. هذا يدعم هذا الرأي. إذن من الداعمين سؤال التفتوا جيدا أعزائي، وأنا أتصور أن الآن المشاهد يلتفت أنه مشكلة ابن تيمية أين؟ السؤال لماذا أنه لا يمكن التوسل بالميت؟ لأنه ليس بحي؟ الجواب يقول لا، من قال لكم أن الأنبياء ليسوا بأحياء؟ بل أفضل حياة عندهم وهي الحياة البرزخية. إذن لماذا لا يمكن دعاؤهم؟ يقول لأنه انقطع علاقته بالدنيا فلا يعلم ما يجري في الدنيا حتى يسمعك ويجيبك. إذن التفتوا
جذر المشكلة عند هؤلاء القوم ما هو؟ الانقطاع. انقطاع مو عدم حياة الأنبياء. التفتوا خلي أقرأ العبارة. هذا أعزائي مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز المجلد الثاني دار أصداء المجتمع صفحة 386 يقول هل الرسول حي في قبره أم لا؟ وهل يعلم في قبره بأمور الدنيا أم لا؟ شوفوا إذن يوجد سؤالان، حي أم لا؟ أم لا؟ هو يقول وروحه عليه السلام يقول والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهذه الحياة البرزخية أكمل من حياة الشهداء التي أخبر الله عنها ولا تحسبن الذين قتلوا. مو أنا وجدت أن بعض أهل السنة أو بعض أهل الشيعة يشكلون على ابن تيمية، يقولون كيف تقولون أن النبي ليس بحي؟ يعني هو أقل درجة من الشهداء. لا أعزائي، واقعا أنتم لم تفهموا كلام ابن تيمية جيدا. هو يقول ابن تيمية، ابن تيمية وأتباعه يقول حي، بل حياة أكمل من هذه الحياة، ولكن يقول وروحه في أعلى عليين وهو أفضل من الشهداء، فيكون له من الحياة البرزخية أكمل من الذي لهم، ولكن لا يلزم من هذه الحياة أنه يعلم الغيب أو يعلم أمور أهل الدنيا، بل ذلك قد انقطع بالموت، انتهى في عالم آخر. إذا ذهب في عالم، يعني بعبارة أخرى كيف أنا وأنت الآن نحن في عالم الدنيا نعلم ماذا يجري في عالم البرزخ أو لا نعلم؟ لا نعلم. يقول من ذهب إلى عالم البرزخ أيضا لا يعلم ما يجري ماذا في الدنيا. إذن كيف؟ نعم، إلا استثناء واحد وهو إذا سلم عليه أحد الله يرد عليه الروح حتى يجيب السلام، إلا ليس أكثر من ذلك. إذن على هذا الأساس، على هذا الأساس، إذن أنت عندما تذهب إلى جسد رسول الله أو تقول لبدن رسول الله يا رسول الله توسل إلى الله، يسمعك أو لا يسمعك؟ يسمع ولا يسمع؟ لا يسمع. لا يسمع. لماذا؟ لأنه غائب عن هذا العالم. إذن أعزائي جذر المشكلة أين؟ جذر المشكلة ليس أنهم هؤلاء لا يعتقدون بحياة الأنبياء والأولياء والأوصياء في الحياة البرزخية حتى نشكل عليهم أو يشكل بعض الشيعة أو بعض السنة عليهم من غير أتباع ابن تيمية ماذا تقولون في الشهداء؟ لأنه مع الأسف الشديد أنا من أتابع بعض الكتابات أو القنوات أو الكلمات أقول ضعف الطالب والمطلوب، هؤلاء لم يفهموا جيدا مبنى، لم يحرروا محل النزاع. ابن تيمية وأتباع ابن تيمية مثل ابن باز والعثيمين وغيره وغيره، هؤلاء لا ينكرون حياة الأنبياء وإنما ينكرون ارتباط الأنبياء بهذا العالم، ولهذا يقول انقطع بالموت لقوله إذا مات ابن آدم انقطع عمله، إلى أن يقول كنت، ولهذا يقول أنك لا تدري إلى آخره. هذا من؟ العلامة ابن باز، وكذلك أحد أعلام الوهابية المعاصرين ابن، وكذلك أحد أعلام الوهابية المعاصرين العلامة العثيمين في مجموع الفتاوى المجلد الثاني أعزائي الرواية هذه، الرواية هذه يقول أما الآن وبعد موت النبي فإن مثل هذه الحال لا يمكن أن تكون لتعذر دعاء النبي لأحد بعد الموت، لا يعلم به حتى يدعو له، ولهذا لم يلجأ الصحابة عند الشدائد وعند الحاجة إلى سؤال النبي أن يدعو لهم، بل قال عمر بن الخطاب حين قحط المطر اللهم إنا كنا نتوسل، الآن نتوسل ماذا؟ بعمي نبيك. ومن هنا فمن فعل ذلك فهو من الشرك الأكبر، وهذه ومن هنا عد تأتي ماذا؟ السيارات المفخخة، ومن هنا يأتي ماذا؟ الذبح على المذهب وعلى الاعتقاد أنه، ومن هنا تجد طبعا أنتم تعرفون أن هذه السيارات المفخخة والقتل الجماعي هذا ليس مختص بالشيعة، هم يقتلون ماذا؟ يقتلون السنة أيضا كذلك. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أنهم أيضا من المشركين بالشرك الأكبر. واضح أعزائي جذر المسألة؟
قال فإن هذا من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، والذي حرم الله على من اتصف به الجنة. خلص خلص، إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقال تعالى فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، ومن يدعو مع الله إلها آخر إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فالمهم أن من دعا رسول الله بعد وفاته أو غير رسول الله من الأموات لدفع ضرر أو جلب منفعة فهو مشرك شركا أكبر، مخرجا أو مخرجا عن الملة، وعليه أن يتوب وأن يوجه الدعاء إلى العلي الكبير. وإذا لم يتب يقتل. هذا بعد، لأنه مشرك. بعد المشرك ماذا يفعلون له؟ ماذا يفعلون له المشرك مولانا؟ يمسدون على رأس مولانا، وماذا يفعلون له؟ ماذا يفعلون له؟ لا بد أن يتوب. إذن ماذا يفعل؟ يقول لا بد أن يتوجه إلى العلي الكبير. الجواب هم أخطأ، لا بد أن يتوجه إلى الوسائل المشروعة مو إلى العلي الأحسن، من العلي الكبير الذي يقول يجيب دعوة المضطر إذا دعاه. وإني لأعجب من قوم يذهبون إلى قبر وفلان فلان يدعونها أن يفرج عنهم الكربات ويجلب لهم الخيرات، وهم يعلمون أن هذا الرجل كان في حال إلى آخره. إذن أعزائي إلى هنا وهذا المعنى أعزائي، حتى تتضح الرؤية والصورة كاملة أريد المشاهد يلتفت إليها جيدا. يظهر احنا اخذنا الوقت، الان انظروا الى العلامه اعزائي، الى العلامه الالباني في صفحه 56 نفس هذا الكلام، حتى تعرفون جذر المساله، حتى بعد ذلك عندما نريد ان نناقش نعرف ماذا نناقش. يقول براينا ان التوسل بالنبي غير ممكن بعد وفاته، فأنى لهم أن يذهبوا إليه ويشرحوا له حالهم ويطلبوا منه أن يدعو لهم ويؤمنوا على دعائه وهو قد انتقل إلى الرفيق الأعلى وأضحى في حال يختلف عن حال الدنيا وظروفها. إذن حيون ولكنه ماذا؟ انقطع عن هذا العالم. هذا أمر مورد أعزائي. وكذلك في صفحة 60 أعزائي من كتاب التوسل هذه عبارته، قال كانوا يختلفون وإلى آخره، لأن الأمر وهو أنهم كانوا يعلمون أنه انقطع عن الحياة الدنيا ولم تعد تنطبق عليه أحوالها ونواميسها. فرسول الله صلى الله عليه وآله بعد موته حي أكمل حياة يحياها إنسان في البرزخ. لا يتبادر إلى ذهنك يقول أنه ميت، ولكنها حياة لا تشبه حياة الدنيا إلى آخره. إذن أعزائي أنا أريد أن أصل إلى نتيجة مهمة بودي التفتوا جيدا. من هنا يظهر أنه بعد ما يسعنا الوقت ندخل أحسنته، ولكنه المداخلات خمس دقائق. جيد عندي وقت له؟ لا خمس دقائق. عندك عشر دقائق. جيد جدا. من هنا أعزائي تفهمون لماذا أنهم في هذه الآية المباركة من سورة النساء قيدوها بالحياة. الآية 64 من سورة النساء، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. سؤال، الآية ما بها في حياته، لماذا قيدوها في حياته؟ يقولون لأنه بعد الحياة انقطع ارتباطه، فلا معنى لأن نطلب من رسول الله أن يغفر أن يطلب لنا الاستغفار. هسه واضح لماذا؟ أقاموا دليل عقلي في مقابل النص. هسه أعزائي أولئك الذين يقولون بأنه أن ابن تيمية لا يعتني بالعقل، هذا استدلال عقلي، هذا استدلال عقلي في قبال النص القرآني. رفض النص، تقول لي ابن تيمية رفض النص القرآني؟ نقول أقول لعب أمامك لا. أقرأ لك أعزائي هذا تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، جمعه وحققه وعلق عليه القيسي، أياد القيسي، راجعه عثمان محمود الجزء الثاني دار ابن الجوزي صفحة 288. يقولون في ذيل هذه الآية، التفت، صفحة 288 أعزائي،
صفحة 288 في ذيل هذه الآية 64 من سورة النساء، ويقولون إذا طلبنا منه الاستغفار بعد موته كنا بمنزلة الذين طلبوا الاستغفار من الصحابة، ويخالفون بذلك إجماع الصحابة. أجماع الصحابة لم يكن ولها إلى إجماع بالي والتابعين، فإن أحدا منهم لم يطلب من النبي بعد موته أن يشفع له، ولا سأله شيئا، ولا ذكر ذلك أحد من أئمة المسلمين في كتبهم. هسه الآن أنا ما أريد أناقش الشيخ ابن تيمية، واقعا لنرى بعد ذلك لندخل إلى الروايات، لندخل إلى الصحابة. لو رواية واحدة اسمح هذا ينهار كله. هسه الآن أنا الآن فقط أحسنتم المناقشة، أبلند أقرر النظرية حتى بعد ذلك نعرف هل نأتي ونقول يا ابن تيمية لماذا تنكر حياة رسول الله في البرزخ والشهداء أحياء عند رب. يا عزيزي ابن تيمية لم يقل أنه ليس بحيين، الألباني لم يقول، الوهابية لم تقول، وإنما قالوا انقطعت علاقته بالدنيا. إذا نحن إذا أريد أن نناقش لابد ماذا؟ أن نثبت ارتباطه بهذه الدنيا، أن نثبت علمه بما يجري في هذه الدنيا. فإذا ثبت أنه عالم بما يجري في هذه الدنيا كما لو كان حيا، بل أفضل مما لو كان حيا بحياة دنيوية، تنهار هذه النظرية. لأنه أعزائي الآن لو تراجعون أنتم، هسه الآن هل أكمل النظرية؟ قال وإنما أصل الخلاف مهم، أصل الخلاف وقاع إلى الآن. واقعا أنا لم أرى أحدا واقعا من الشيعة أو السنة استطاع أن يحرر محل النزاع جيدا حتى يرد بشكل دقيق، لأنه معرفة السؤال أو معرفة الإشكال نصف الجواب. أنت إذا لم تعرف السؤال أو لم تعرف الإشكال أو لم تعرف الشبهة كيف ترد عليها؟ وأنا أتصور في كثير من الأحيان أن المشكلة أنهم لم يفهموا ما قاله الأول أو ما قاله صاحب الشبهة حتى يجيبوا. يقول وإنما ذكر ذلك من ذكر من متأخر الفقهاء، وإلا المتقدمين من الفقهاء لم يجوزوا ذلك. ومن هنا تفهم لماذا أنه ابن تيمية، أقول العلامة العثيمين، في تفسير القرآن الكريم من سورة النساء الجزء الأول في ذيل هذه الآية يقول جاءوك، ومن المعلوم أن المراد جاءوك في حال حياتك. ومن المعلوم اي من اي معلوم هذا المعلوم هاي المقدمة المطوية، احسنتم، هذا التأويل الذي عندهم، وهو ان النبي اذا مات انقطع عمله، انقطع علمه بهذه الدنيا. ولهذا تجدون الان المدرسة الوهابية عموما، ماذا تقول بهذا التفسير الميسر؟ المملكة العربية السعودية، إعداد نخبة من العلماء في ذيل هذه الآية المباركة. أنا أنتهي من هذا، أستمع إلى المداخلات أستاذ علاء، ما عندي مشكلة. قال وما بعثنا إلا، قال ولو أن هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم باقتراف السيئات جاءوك أيها الرسول في حياتك. سؤال من أين؟ في الآية ما موجود في حياتك. لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى في حياتك؟ أحسنتم، من أين جئتم؟ من أين أضفتم هذا التأويل، هذه الكلمة إلى الآية المباركة؟ الجواب يقولون أضفناها لأنه إذا مات ابن آدم انقطع إلا من ثلاث، ورسول الله مات، إنك ميت وإنهم ميتون. فإذا مات إذن انقطع عمله إلا من سنة، إما من عمل، إما إلى آخره، واستنادا إلى هذه الرواية. إذن أعزائي بكرة لا يخرجوا على الفضائيات يقولون أن السيد الحيدري يتهم الوهابية بالاستدلال العقلي، لا، استندوا إلى رواية. نعم استندوا إلى رواية، مو مشكلة هذه، المهم استندوا إلى دليل قالوا انقطعت علاقته. إذن على هذا الأساس أعزائي نصل إلى هذه النقطة المركزية، وأستمع مداخلات الأعزاء، وهي أنه لمن يريد الدخول في مناظرة مع أي طرف كان، أقول مع أي طرف كان، يعني سواء شيعي مع سني، أو سني مع شيعي، أو شيعي مع شيعي، أو سني مع سني. أعزائي أولا افهم ما يقول ثم ناقش،
أولا افهموا أن ابن تيمية وأتباع ابن تيمية ماذا يقولون؟ هل ينفون حياة النبي والأولياء في البرزخ حتى تثبتون لهم الحياة البرزخية وتستدلون بآية أنه الشهداء عند ربهم يرزقون؟ نعم. أما إذا لم يكونوا هم بصدد نفي حياة الأنبياء بل بصدد ماذا؟ نفي ارتباطهم بهذا العالم. طبعا وهذه هي مشكلة سيالة، وأنتم تعلمون من باب المثال أذكر فقط، أنتم تعلمون عندما نحن طرحنا نظريات في المشروع المرجعي وغيرها بيني وبين الله في مسألة الولاية وغير الولاية، وجدنا ولاية الفقيه والولاية الحسبية، وجدنا مناقشات يمينا ويسارا. الله يعلم أنه عندما طالعت مناقشاتهم وجدت أنهم لم يفهموا كلمات سيدنا الأستاذ السيد الخوي قدس الله نفسه. سمعت السيد، الوهابية، دعاة الوهابية، نعم، اليوم ليسوا بمستوى علمائهم لكي يبينوا، وإنما يخوضون في قضايا سياسية وقضايا ولهذا نفسي. دعوت قلت بأن هؤلاء الذين يقفون على الأبواب فليدخلوهم دورة تعليمية. يعني العلامة الألباني، يعني شعيب الأرناؤوط، يعني هذه الطبقة الذين هم من دعاة المدرسة السلفية، فليعلموا هؤلاء أنه لماذا تقولون كل من توسل بغير اتخذ وسيلة غير الله تقولون شرك 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 من يعني دون الله شرك يعني شرك. دعاتهم بحاجة إلى أن يفهموا كلمات علمائهم، وإلا لو يأتي أحد ويقول اللهم إني أسألك بحبي لفاطمة، بحبي لأصحاب رسول الله الميامين، بحبي لعلي، بحبي لرسول الله، هذا ليس من الشرك، لأنه هذا العمل الصالح حتى وفقا لعقيدة هو هذا الوهابي. أنا أقول المجمع عليه، أنا أقول هذا المجمع عليه، المختلف فيه بعد ذلك سيأتي. إذن أعزائي، إلى هنا نصل إلى المورد الأول من موارد الخلاف، وهو أنه هل يجوز التوسل بدعاء الميت، بدعاء العبد الصالح الميت أو لا يجوز؟ ذهب ابن تيمية وأتباع ابن تيمية وبعض أيضا مو البعض، لأنه بعض لا تأخذ ألف لام، وبعض إلى أنه لا يجوز. وذهب عموم علماء المسلمين من صوفية ومن زيدية ومن أشاعرة ومن معتزلة ومن شيعة ومن إلى جواز ذلك. هسه ما هو الدليل؟ إن شاء الله نحن والدليل في الحلقة القادمة إن شاء الله نستمع إلى الدليل، وإن كان يعني البعض استمع إلى بعض الأدلة في هذا المجال وردت في حلقات سابقة. أعزائي المشاهدين، فاصل ونستمع إلى مداخلاتكم. يا عينا بدجالة سهرت والناس نيام، يا شمسا بسمانة سهرت ثلج الأصنام، يا قلبا فتحته غرفا روح الإسلام، يا بابا دخلته كل الدنيا بسلام. لا هنت ولا هان الدين، ويمينك لله يمين، زال علينا يزهر فينا نور محمد. يا عينا بدجالة سهرت والناس نيام، يا شمسا بسمانا سهرت ثلج الأصنام، يا قلبا فتحته غرفا روح الإسلام، يا بابا دخلته كل الدنيا بسلام. مشاهدي الكرام أحييكم. قبل أن نستمع إلى المداخلات، كما هو عهدنا وديدنا معكم، مداخلة في الموضوع ومختصرة في حدود دقيقة ونصف إلى دقيقتين. أستمع إلى أولى المداخلات أو الأسئلة. علي من أمريكا، تفضل علي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا في الواقع عندي إشكال بسيط وليس سؤال ولن أرفع الصوت. الصوت داخل الاستوديو ضعيف، لو سمحتم ارفع الصوت. تفضل. الإشكال هو كما يزعم الشيخ ابن تيمية ومنهم على شاكلته من أتباعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد انقطع عن هذه الدنيا بموته وأنما هو حي في عالم البرزخ. إذن فكيف يكون النبي صلوات الله عليه رحمة للعالمين؟ إذا كان هو رحمة للعالمين فيتوجب ذلك أن يكون هو أيضا رحمة في هذا العالم. علي واضح. شكرا لك. شكرا لك. كيف يكون النبي كيف رحمة يكون للعالمين؟ رحمة كيف يكون؟ أبو إبراهيم من فرنسا تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يرفع قدركم مولانا وإن شاء الله يحشركم مع محمد وآل محمد. مرحبا. سؤالي هو فيما يخص كلمة جاءوك في القرآن. أنا أعتقد يعني هو اعتقاد وأرجو أن تبينوه إذا كان خاطئ أو صائب، أنه يعني جاءوك هي خارجة عن الزمان، بمعنى أن الميت أو يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا واضح جاءه واضح الأحياء حيا كان ميتا. نعم. واضح. أو إذا كان حتى اللي يأتي رسول الله ميت أصلا. أنا أعتقد لا أن الميت لا 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 سيأتي لا الجواب. لا لا. أبو إبراهيم جاءوك خارج عن الزمان. شكرا لك. اتصال من السويد تفضل. أم كرار تفضلي. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله. يعني سيدنا أنا مفهمك من كلامك بأنه هم أحياء ما نستطيع ان يعني نستطيع ان نطلب من عندهم. زين هل ممكن احنا نطلب حاجاتنا من الائمه المعصومين كزيارتنا للحسين والعباس والرضا؟ هل ممكن انه نطلب حاجاتنا من عندهم؟ والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا. شكرا ام كرار. عباس من ايران تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحيه للاخ مقدم البرنامج وتحيه لسماحه السيد الجليل كمال الدين وسراج الأمة السيد آية الله الحيدري. سماحة السيد، طرحنا هذه الآية في المدينة المنورة وأجابنا أحد شيوخ الوهابية أن الإذ في هذه الآية تدل على الماضي، فما هو جوابكم؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عفوا. شكرا لك. إذ لا إذ في الآية تدل على الماضي. نعم. إذ جاءوك. اتصال من اتصال من العراق تفضل. السلام عليكم. ناظم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليك مقدم البرنامج على سيدنا. سيدنا رحمة الله فيه. سؤالنا بس يعني بالنسبة للتوسل، أفضل ما ورد بالقرآن عن التوسل يعني في رأي سورة البقرة قال اضربوه ببعضها، أو سورة يوسف يعني عفوا. السؤال ما هو السؤال؟ ما أدري. ناظم أنا يعني ما صوتك لا يصل بشكل جيد. ما هو السؤال؟ السؤال ما ورد في القرآن بالتوسل، ما ورد في القرآن بالتوسل يعني الدليل القرآني قال اضربوها ببعضها سورة البقرة وسورة يوسف. لا عزيزي. طيب واضح. طيب واضح. طيب شكرا. لا. شكرا لك. حيدر من العراق تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لدي مداخلة إذا سمحتم. تفضلوا. تفضل. نعم. قال الله حاكيا عن نبيه عيسى في سورة مريم: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هنا النبي عيسى يقول السلام علي يوم أموت، يعني في حال موتي. طيب فكيف بإذن تيمية يعني لا يجوز السلام على التوسل؟ طيب معنى السيد يعني أتصور أنهم ليس لديهم مشكلة يعني على في قضية الآية. السلام جزاك الله خير. شكرا عزيزي. شكرا. شكرا. شكرا حيدر. أبو علي من لندن تفضل. السلام عليكم مولانا. والسلام عليكم مقدم البرنامج. السلام ورحمة الله. أطول عليكم. عندي مداخلة وأرجو أن تكون صحيحة، وهي أنه صلاة الجماعة كلنا نعرف أن ثوابها أعظم بكثير جدا من صلاة الفرادة، فإذا كانت دعاء الله لا يقبل عن طريق الواسطة فلماذا رب العالمين والرسول يوصي بصلاة الجماعة؟ أكيد
الجواب احنا بنصلي جماعه كل واحد يصلي بصلاته طيب كانه يصلي طيب واضح جيد. ابو علي واضح شكرا جيد. لك شكرا لك يعني اتصور سمحت السيد لو تجيب لا بعد اذا اكو لانه ما ادري لانه قد طيب جعفر من فلسطين لا تفضل. خلي بدنا وقت عشر دقائق اكو مو سرعة على ان شاء الله ايوه جعفر من فلسطين تفضل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تحيه الى مقدم البرنامج والى سماحه السيد من الحجري شكرا لك سؤالي لو سمحتم كيف نقل أن يعطي الله لنبيه الكريم مقام الشفاعة للمذنبين ويعطيه مقام الوسيل لسوي الحاجات كيف شنو أسمع ثم يمنع من طلب الشفاعة منه أو يحرم النبي الاستفادة من هذا المقام سؤال الثاني أنت ما فهمت من يعني المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنا ما فهمت السؤال يعني لو سمحت جعفر لو سمحت أعد السؤال الأول بهدوء حتى نفهم عزيز يعني لا تقرأه قراءة اقرأه بشكل الشفاعة من الرسول الكريم كيف تكون يعطى مقام الشفاعة في يوم القيامة ما علاقته في الدنيا نحن نتحدث عن الدنيا شكرا للأخ جعفر أنا أتصور سمحت السؤال بل واضح نأخذ اتصال فقط ونستمع إلى تفضل حسين من إيران حسين تفضل أخ حسين تفضل ألو حميدان أهلا حميد تفضل ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مساء الخير جناب تفضلوا عزيزي حجة الإسلام حيدري مساء النور أخي تفضل أسأل من الجناب حيدري أقول ما معنى الشرك حقيقة الشرك يعني الخفي والظاهر طيب واضح السؤال شكرا لك سمحت السيد لم يبق الكثير من الوقت يعني جيد هسه علي من أمريكا انقطع الرسول عن هذه الدنيا فكيف هو رحمة يكون رحمة عزيزي أنت الجواب أنا أريد الآن أكون في موضع المدافعين عن ذاك الفكر حتى يتضح بأنه كيف يدافعونهم كيف يكون رحمة للعالمين الجواب جاء بالإسلام وبالقرآن وبالمعارف وهذه هي السنة الحسنة الجارية التي ستبقى رحمة للعالمين إلى قيام الساعة أنت الآن في موضع أحسنتم في موضع افترضوا أنه الآن ابن باز أو العثيمين أو ابن تيمية يريد أن يجيبك يقول بأنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية علم ينتفع به أو ولد صالح وبحمد الله تعالى رسول الله هم عنده علم ينتفع به باعتبار القرآن والإسلام وهم صدقة جارية هم ولد صالح وهي الزهراء البتول سلام الله عليها إذن مراد من الرحمة لا أنه رحمة يعني أستطيع أن أذهب إليه وأسأله هذا من أين إحنا قلنا أن ابتغاء الوسيلة أصل قرآني أما المصادق لابد أن يأتي به الدليل يعني كيفية ابتغاء الوسيلة يحتاج إلى دليل وكونه رحمة للعالمين ليس دليلا على جواز التوسل بدعاء الميت أبو إبراهيم من فرنسا يقول جاءوك خارج عن الزمان الجواب جاءوك خارج عن الزمان هذا ظهور كما يقولون في علم الأصول فإذا دل الدليل إما العقلي وإما النقلي أنه انقطع كما في رواية إذا مات ابن آدم إذن حتى أولا شنو دليلكم على أنه خارج عن الزمان أبدا هذا لا دليل عليه وثانيا على فرض أنه كما قال أستاذ علاء أنه أنا الآن أكون بصدد الدفاع عن الفكرة حتى بعد ذلك لأنه علمنا واقعا أستاذنا وشهيدنا الصدر قدس الله نفسه سيد محمد باقر الصدر علمنا أننا عندما نريد أن نناقش نظرية لابد أن نطرحها بأقوى ما يمكن مو أن نطرحها مضعضعة ضعيفة حتى نشكل عليها بمئة إشكال لا 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 أمانة الأمانة العلمية تقتضي منا أن نطرح النظرية ماذا بأقوى ما يكون وهذه هي مقتضى الأمانة أنا قلت لك سمحت السيد نعم. في الفاصل أنت نعم.
تبين النظرية، نظرية ابن تيمية أفضل من دعاة النظرية. واقعا واقعا أنا فهمت نظرية ابن تيمية أفضل مما فهمها أتباع ابن تيمية، ولذا هم يقومون بأعمال، ولذلك ترد من منطق قوة. بل من منطق قوة، لأنه أنا أعرف النظرية كاملا. رحمة الله، ونقلت لك رحمة الله على السيد الشهيد قدس الله نفسه عندما كتب كتاب اقتصادنا وفلسفتنا، الماركسية في ذلك الزمان كان يوصون أتباعهم اللينينيين الماركسية، يقولون لهم أنه شرح نظرية الماركس واللينين أفضل مما موجودة في كتبنا. أعزائي، ينبغي عندما نريد أن نناقش نظرية لابد أن نفهم النظرية جيدا، لا أن نقولها بشكل فضل. الجواب أولا لا دليل، وثانيا أن الدليل دل على العدم كما يقال. أم كرار تقول كيف نطلب من الأئمة؟ الجواب الآن ليس حديثنا في الأئمة. أولا خلينا نثبت من هو إمام الأئمة وهو النبي الأكرم. هؤلاء يرفضون في رسول الله، فما بالك ماذا بالأئمة أو بغير الأئمة. نحن أولا لابد أن نأخذ جذر القضية، نناقش جذر القضية، أن هؤلاء لهم ارتباط بهذا العالم أو لا. فإن ثبت أنهم لهم ارتباط ويعلمون ما يجري، إذن أصلا شيء آخر أقول لك، لماذا نحن نذهب إلى القبور ونسلم عليه؟ ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ هو يسمع ولا يسمع؟ الميت لا يسمع، انقطع ارتباطه. طبعا لا تقول رسول الله، رسول الله حساب آخر. أما الميت أهل القبور، أهل القبور لماذا أصلا؟ هو يسمع ولا يسمع، فما القيمة؟ إذن أعزائي، أصل القضية، جذر القضية، أصل المشكلة في أنه من يذهب إلى عالم البرزخ له ارتباط بعالم الدنيا أو ليس له ارتباط بعالم الدنيا. عباس من إيران يقول إذا تدل على الحياة، هم لا 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 تدل على الماضي، على الماضي يقول، يقولون لنا تدل على الماضي. عزيزي أنت إذا تصبر قليلا عندما نأتي إلى الآية المباركة لنشرحها سيتضح. الآن أنا ما شرحت الآية، أنا ذكرت نظرية القوم الآن فقط بينا النظرية، لم نرد عليها كيف. هذا إن شاء الله سيأتي لاحقا. ناظم تحدث عن الدليل القرآني في الجواب. أعزائي البحث، أنا واقعا أشكو بعض الأحيان من عدم الدقة. اضربوه بعضه ببعض، افترضوا أن القرآن في واقعة قال بأنه هذا جعلوه واسطة. نحن الآن أولا ليس كلامنا في ذلك، مهذي كواسطة وليست وسيلة. نحن نتكلم في الوسيلة المشروعة. ثم افترض أنه في عهد موسى أو نبي من الأنبياء كانت تلك وسيلة مشروعة، ما الدليل على أن تلك الوسيلة المشروعة مشروعة في زمان الحاضر؟ إذن لا ينبغي أن نذهب يمينا ويسارا، لنتكلم في العصر الإسلامي وفي الشريعة الإسلامية. حيدر من العراق يقول في سؤال جيد. نعم. السلام، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم وبعث. الجواب حياتي. الآن أنت هل تستطيع أن تسلم على رسول الله؟ ابن تيمية وأتباع ابن تيمية لا يمنعك عن السلام، يقولون من سلم علي لي ملائكة يأتون بسلامه فالله يرد علي الروح فأجيب عليه السلام. هذا شنو علاقته بأنه تطلب منه الدعاء؟ أنت شوفوا، أنا المسائل قلت لكم أن تفهموا المسألة جيدا. لا لهذا، لكن في مسألة يعني حياته أحد المتصلين في حلقات سابقة بحث آخر. هذا إشكال. نعم. وهو أنه إذا سلم عليه مليون إنسان فكيف يرد عليه الروح ملي. أنا ما يجاوب، أقول ابن تيمية راح يجيبك أو الألباني راح يجيبك، يقول والله نحن لا نعرف تلك الحقيقة، حياة حقيقة تلك الحياة كيف يرد وينقطع لا نعلم ذلك. والسلام، ولكن النص التعبدي دلنا أنه كلما سلم عليه يرد عليه. أقول أعزائي، هذني ليست إشكالات علمية، الإشكال العلمي جذر المشكلة، أنه انقطع عن الدنيا. لابد أن نجيب ذلك. إذن السلام عليه لا يدل على جواز ماذا؟ أن نطلب منه الدعاء لنا. أبو علي من لندن، الجواب صلاة الجماعة. الجواب أجبنا عزيزنا، قلنا بأنه يجوز التوسل بالعمل الصالح، وصلاة الجماعة من العمل ماذا؟ من العمل الصالح. قلنا من الوسائل المشروعة التي يجوز التوسل بها هي ماذا؟ العمل الصالح، وصلاة الجماعة من العمل الصالح، فهي داخلة في القسم الثاني أو الوسيلة الثانية من الوسائل المشروعة.
جعفر من فلسطين. من فلسطين. أنا أحتمل السؤال أحسنت. الشفاعة. بيني وبين الله هؤلاء يصرحون، ابن تيمية وأتباع ابن تيمية يصرحون بأنه نحن نقبل شفاعته في الآخرة. التفت جيدا. ونقبل التشفع به في الدنيا. بأي دليل؟ يقول لأنه الذي في الآخرة حي معه. إذا حي يطلب ماذا؟ من حي. من حي. وفي الدنيا حي يطلب من حي. أما لا نستطيع أحسنتم، في الدنيا حي يطلب من حي. من حي. أما عندما هو ميت لا نجوز أن يطلب الحي من فصل. الميت. أكو فصل. إذن لا يمكن قياس قبول الشفاعة في الآخرة على قبول شفاعته وهو طيب. في البرزخ. حميد سأل عن معنى الشركة، تصور خارج الموضوع. خارج الموضوع كاملا، لا علاقة له طيب. ببحثنا. نستمع إلى نور الدين من تونس. تفضل نور الدين. نور الدين من تونس. تفضل نور الدين. محمد من الكويت. تفضل محمد من الكويت. تفضل. السلام عليكم. سامعني؟ وعليكم السلام ورحمة الله. شنو جواب القوم على الآية قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون؟ إن شاء الله تعالى عندما تأتي الآية المباركة. لا عزيزي، خارج عن البحث. عندما يأتي البحث عن الآية وقل اعملوا فسيرى الله عملكم نتكلم. مع اتصال من العراق. تفضل أبو محمد من العراق. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك مولانا العزيز؟ تفضلوا أهلا. مرحبا عزيزي. تفضل أخي أبو محمد. العفو. سؤال، هل التوسل واجب في الدعاء؟ يعني هل الإنسان أنه إذا دعا الله سبحانه وتعالى مباشرة فهل هو هذا الدعاء غير جائز؟ وهل إن الله سبحانه وتعالى لا يستجيب؟ سؤال جيد. سؤال جيد عزيزي. سؤال طيب. جيد. شكرا لأبي محمد. شكرا عزيزي. سؤال جيد. إذا عندي مجال أتكلم أجيب. لو سمحت نأخذ اتصال أخير. نور الدين. تفضل. نور الدين من تونس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. تحية أخي الكريم ولسماحة السيد كمال الحيدري. مرحبا. يعطيك العافية. تفضل أخي نور الدين. تحية لكم جميعا سيد الكريم. وأريد أن أسأل فقط حين معناها يمنع علينا ابن تيمية وأمثاله من أن نتوسل بمحمد صلى الله عليه وآله، فنقول أين عدل الله إن كان معناه إن كان الله سبحانه وتعالى خلقنا بعد وفاته، فكيف نستمتع برحمته والتوسل به بعد وفاته ونحن لم نخلق حين كان حيا؟ فهل هذا من عدل الله أم ماذا؟ وجزاكم الله خيرا. شكرا لك. شكرا لك. سؤال نور الدين، لأن هذا لربما يختلف عن العدل الإلهي. لا، بيني وبين الله لو لم يكن لهذا الدعاء بديل لصحة، ولكن البديل موجود وهو أنك تتوسل ماذا؟ تتوسل بأسماء الله وصفاته. هكذا يقولون. نعم نعم، أنا أريد أن أجيب لي هذا أولا. وثانيا أن الدعاء، أعزائي التفتوا لي، أن الدعاء وكيفية الدعاء من الأمور التوقيفية التي تحتاج إلى نص شرعي ولا مجال للأبحاث ماذا؟ العقلية فيها. وهذا بحث عقلي. أن الله سبحانه وتعالى قال لنا أن هذا يجوز وأن هذا ماذا؟ لا. وإلا أنا أشكل عليك، اسمحوا لي. قد يقول الصلاة خلف رسول الله تعادلها صلاة أو لا تعادلها صلاة؟ وأيضا نحن حرمنا من الصلاة خلف رسول الله. الجهاد مع رسول الله يعادله جهاد أو لا يعادله؟ لا يعادله، ونحن حرمنا أيضا. إذن لا يمكن أن نقول هذا الكلام. السيد هنا فقط يبين النظرية. أحسنت. نقد النظرية إن شاء الله في الأسابيع القادمة. لا أستطيع أن أستمع إلى جواب سؤال الأخ أبو محمد حول مباشرة الدعاء لأن وقت البرنامج انتهى. شكرا لسماحة آية الله السيد كمال حيدري. شكرا لكم مشاهدين الكرام. حتى الأسبوع القادم استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.